إسبانية عايشة في مصر من 15 سنة، بتتكلم عربي وبتاكل كشري. أنا اسمي لتيفيا، إسبانية، ودي كاريا تونس، أحلى كاريا في الدنيا. اختارت تعيش في قرية تونس بالفيوم من سنين بعد ما أسلمت وتعلمت اللغة العربية. الإسلام والعرب ناس طيبة وكويسة، زي أي إنسان وما فيش حاجة صعب، مرحبا كل الناس يعني. أهل القرية أحبوها وسموها ملك، هي كمان حبتهم وصارت بتعالجهم بالمجان. دكتورة ملكة مش أجدع منها، طيبة جدا وخدومة للناس كلها بصراحة. هي واحدة مننا مش غريبة علينا. أصبح ليها أصدقاء كتير وحبت الأكل والحياة هنا زي كتير من الأجانب اللي وقعوا في حب مصر وقرروا يعيشوا على أرضها. المصريين مش بشايف الكنز اللي انتوا عندكم هنا، لازم تخافس عليه، زي انت تخافس على بيتك، خافس على البلد كمان. هي دي اللي أنا نفسي العيال الصغيرة تتعلم الحاجات دي.